القرآن 1300 تلميذ موزعين كالآتي: 1000 تلميذ قسم الإملاء والتحفيظ، 200 تلميذ قسم القرآن الكريم، 100 تلميذ قسم الدراية. قسم الإملاء والتحفيظ 1000، قسم القرآن الكريم 100، 200 قسم الدراية 100. تتقسم الأكاديمية إلى 3 أقسام: قسم الإملاء والتحفيظ يبلغ عدد المسجلين في حوالي 1000 تلميذ من مختلف الفئات العمرية، مقسمين إلى 37 فوج تحت إشراف 30 محفظ ومحفظة ذوي كفاءة. قسم القرآن الكريم يهتم هذا القسم بتحسين الأداء وتحسين جودة التلاوة والإتقان وتثبيت إتمام حفظ القرآن الكريم، ويبلغ عدد المسجلين فيه حوالي 200 طالب وطالبة من المتميزين والحافظين لمقدار هام من القرآن الكريم، منهم 160 كبار والباقي صغار. يشرف عليهم الشيخ محمد رامي الذيوبي المجاز في القراءات العشر الكبرى والصغرى، الشيخ عبد الله المظفر المجاز في القراءات العشر، الشيخ رشيد الجزاني المجاز في القراءات السبعة، الشيخ كمال سميدة المجاز في 3 روايات قارون وورش وحفص، الأخت إيمان عيات المجازة في رواية قارون، الأخت نور الهدى بن رجب المجازة في رواية قارون. تطور النشاط الصيفي: يرتفع عدد تلاميذ دار القرآن في الدورة الصيفية ليبلغ حوالي 2000 تلميذ، وبذلك يرتفع النشاط التعليمي والترفيهي بها. كما تقوم الجمعية بإحداث أقسام لتعليم اللغة العربية لفائدة صغار مواطنين المقيمين والمقيمين بالخارج. تطور عدد التلاميذ في الموسم الدراسي 2015-2016: 2000 تلميذ في سنة 2016. مصاريف دار القرآن: تبلغ قيمة مصاريف الجمعية حوالي 103,000 دينار في السنة، 60,000 دينار أجور الشيوخ والعمل في دار القرآن، 15,000 دينار مصاريف التظاهرات والمسابقات الدينية، 28,000 دينار مصاريف صيانة وتأثيث دار القرآن. مداخيل الجمعية: 2000 دينار تبرعات من المواطنين، 3,000 دينار مداخيل اليوميات، بقية المصاريف تتكفل بها رئيس الجمعية. مداخيل دار القرآن 95%، المصاريف 5%. Thank you.
سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق.